رح نفرش البيت كله يا بنتي وما رح نقدر نستنى دراستك. منروح كلياتنا سوا، في كتير شغلات لسه ما اشتريناهم، وانتي بتنقي لي غرفتي. يلا لك جهزي حالك دينا، خلينا نوصلك. دينا ممكن شوي؟ هاد مشانك. شو هاد؟ افتحي. حلو كتير، شكراً لك جوان. لا تحكي هيك. مزن خانم، في واحدة بنت على الباب قال بدها تقابلكم ضروري. ما قالت مين؟ قالت إنها صحفية. أصلاً مو ناقصنا غيرهم، يلا صرفيها. شو فيها هاي أمي؟ شو نسيتي إنه ابنك كان صحفي؟ خلينا نعرف لشو جاي البنت. أنوار، حسان، مرحبا شباب، كيفكن؟ أنا مروة تونج من جريدة الخبر الجديد. إذا كان الوقت مناسب حابة أعمل عنكم ريبورتاج. الحقيقة كتير تأثرت من تصريحاتك بالعراق وأنا بدي أتعرف عليك. غريبة، صرتوا بتجوا بدون مواعيد؟ أنا ما بحب هيك نوع من المقابلات لأنه ما بيفيدوا بشي بالمرة. بعدين حتى لو أخذت موعد ما كنت قبلته أبداً، حتى حطيت ببالي إنكم تقلعوني. كأنك عم تقولي إذا ما في مغامرة ما في نجاح؟ إيه، وكل واحد له أسلوبه الخاص. ماشي لكان، تفضلي نكمل جو. مروة مو هيك؟ أنا لهلأ ما فهمت شو موضوع الريبورتاج. الرأي العام كتير مهتم فيك، شاب ومتجوز ورجل أعمال معروف يروح على العراق. لا، والأحلى بالموضوع مشان ينقذ شخص، وليش هربت من الكلب وقتها ورحت على العراق وشغلات تانية كمان. بعتقد أنه نعمل كتير ريبورتاجات عن هذا الموضوع. أنا يلي أثار اهتمامي هو قرايتك لبيان المقاومين، يعني كان شيء بطول كتير. والأهم من هيك نهيت شغلكم بالبترول هنيك ورفضت المشاركة بالحرب. أنا بهنيك من كل قلبي. شكرا. أنا برأيي كل الريبورتاجات اللي انعملت معك أغلبهم كانوا سطحيين. الرأي العام بده يتعرف على عائلتك وبده يعرف عن حياتك الخاصة كمان. عفواً، بس حياتنا الخاصة ما بتخص حدا. برأيي لازم يعرفوا. عائلة عزيز أغلو عائلة مثالية كتير. بس بصير هيك فجأة حسن؟ هيك فجأة بدون ما نجهز حالنا؟ مزن خانم، أنا ما بظن أنك بحاجة لهيك شيء أبداً. أنت لحالك سحرتي كل القلوب أصلاً. ما حدا بينسى أبداً التصريح الإعلامي اللي صرحتيه مشان تخلصي ابنك الأسير. شكراً حبيبتي، كنت بعرف أنك رح تقتنعي. لكن شو رأيكم نبلش؟ قبل ما نبلش ممكن أخذ لكم صورة؟ إذا بدك بنطلع على الجنينة. إيه ماشي. عزام، ليش واقف؟ أنتوا كمان صرتوا من العيلة. سعاد خانم، يلا تفضلوا.